السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خرجة إعلامية لإحدى القنوات العربية، قام اللاعب المغربي فيصل فجر للتحدث عن مجموعة من المواضيع المتعلقة بحمل القميص الوطني ولعب المونديال، بالإضافة إلى إشاعة أنه جزء من النقابة المتواجدة داخل المنتخب الوطني المغربي، خاصة بعد المشكل الذي جمعه مع عبد الرزاق حمد الله. وقد علق فيصل فجر حول حبه لفريق الرجاء الرياضي، حيث قال: أنا رجاوي رغم أنه ليس الفريق الأفضل في الوقت الراهن، وقد كذب جميع الشائعات التي تنشر حول أنه من يقوم بكل شيء في المنتخب. وصرح: لو فعلا كنت أنا من أتخذ القرارات في المنتخب، كنت لأضع نفسي لاعبا أساسيا في جميع المقابلات، وأكون أنا هو قائد المنتخب. وأضاف أيضا في الأخير أنه يرشح المنتخب المغربي للفوز بكأس العالم. أترككم مع الفيديو، ولكن قبل ذلك المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد، وشكرا. تغديرها ولا تقديرها ما تقولش مغرب. السلام عليكم، معكم فيصل فجر، لاعب منتخب مغربي الرجاء. شو فهمتي نورمال، عندي الرجاء فهمتي، نقول لك ما نقولكش احسن فهمتي، ولكن عزيز عليا بزاف رجاوي. انا رجاوي، انا عزيز عليا الرجاء، ولكن ما عنديش مشكل مع الاخرين. رونالدو قال لي انت مغربي فهمتي، كان هو ديك الساعه كيمشي للمغرب، سمعتي كيمشي للمغرب مراكش مع بدر هاري فجأة اللي كي فاش كيقولوا هو اللي كيدير كلشي في المنتخب. ايوا انا كنت كندير كلشي، ندير راسي تيتولير انا في هذيك الفرقه، وانا ندير كابيتان، وانا نعطيك ثلاثة فرق اللي ممكن، ثلاثة منتخب اللي ممكن عندهم باش يربحوا كأس العالم. الأولين المغرب،